السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام، يطيب اللقاء بكم مجددا في سلسلة قصصنا عن الفرج بعد الشتاء. قصصنا لهذا الأسبوع بعنوان انظر كيف كانت عاقبة الظالمين. كما سنتعرف عن عاقبة المظلومين أيضا، كيف فرج الله شدتهم وكربهم. دائما في سلسلة حلقتنا عن قصة الفرج بعد الشدة، نستقيها لكم من كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي. أرحب بكم. يقول القاضي التنوخي: وذكر محمد بن عبدوس في كتابه الوزراء عن محمد بن يزيد قال: أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج قوم من السجن فأخرجتهم، وتركت يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج فحقد علي ونذار ذمي، فإني بإفريقية أي بتونس حاليا، إذ قيل قدم يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج صارفا لمحمد بن يزيد من الأنصار من قبل يزيد بن عبد الملك، وكان ذلك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، فهربت منه وعلمت وعلم بمكاني فطلبني فضفر بي، فلما دخلت إليه قال: لطالما سألت الله أن يمكنني منك، فقلت: وأنا والله لطالما سألت الله عز وجل أن يعيذني منك. فقال يزيد: ما أعاذك الله مني، والله لأقتلنك، ولو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته. ثم دعا بالسيف والنطع فأوتي بهما وأمر بي، فأقمت في النطع وكتفت وشد رأسي، وقام ورائي رجل بسيف منتظى أي حاد، شديد حاد، يريد أن يضرب عنقي، وأقيمت الصلاة، فقال: أمهلوه حتى أصلي، وخرج إلى الصلاة، فلما سجد أخذته السيوف فقتل، ودخل إلي من حل كتافي ورأسي وخلى سبيلي، فانصرفت سالما بإذن الله سبحانه وتعالى. هكذا فرج الله كرب هذا الرجل. وفرج كربته وشدته. دمتم في حفظ الله ورعايته. أطيب المنى مستمعينا الكرام، نتبع لكم موعدا آخر في حلقة أخرى وقصة أخرى بحول الله تعالى. إلى ذلك الحين لا تنسوا متابعتنا عبر القناة، قناة حسن عبدي. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.